وعلى سيرة بقى الأرامل، النهاردة شفنا أرملة الشهيد حازم إبراهيم، هي كمان عندها قصة ونموذج وعبرة مهمة جدا، تعالوا نسمعها. اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب حازم إبراهيم عبد القادر. أثناء تنفيذ أعمال القتال لقوات قطاع الشيخ زويد، تم تبادل إطلاق النيران بين القوة المداهمة والعناصر التكفيرية، وقام البطل بالقضاء على العديد منهم وأصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده. يتسلم التكريم زوجته والأولاد هنا وجوانا وآدم. سيادة الرئيس، حضرات الحضور، أنا هنا النهاردة بسبب شخصين. الشخص الأول هو حازم، والشخص الثاني هو آدم. أنا لسه نقلة مكان جديد، 90% منه قوات المسلحة، بيتي قدام الجامعة. أول ما عزلنا آدم كان نازل عشان يصلي الجمعة، بصيت عليه وهو داخل الجامع، عيط غصب عني إن هو نازل لوحده، كان نفسي بابا يكون معاه. بعديها بشهرين ثلاثة آدم اتعرف وبقى عنده صحاب. فمرة وهو خارج من الجامع واقف مع صحابه، صحابه راحوا يسلموا على باباهم، آدم جري على باباهم يحضنهم ويسلم عليهم. غصب عني عيط وبصيت لربنا، مش اعتراض بس أنا أم، ابني صعب علي. فبالي قلت إن شاء الله في جمعة الشهيد أنا هكلم دفعته يجوا يصلوا معاه ويكلموا جوه الجامع عن حازم عشان آدم يبقى مبسوط. بعدها بأسبوع ربنا بيقولي ما تزعليش، ولقيتهم بيكلموني وبيقولولي إن سيادة الرئيس هيكرم آدم، وبدلا ما حازم هيكلموا عليه جوه الجامع مصر كلها هتشوف. أنا بس طلبي منكم كلكم إن كل واحد يراعي ربنا في البلد دي، ويعرف إن في ناس كتير ضحت عشان خاطرها وهم ماشيين على الأرض في دم كتير قوي تحت، وإن في ناس عايشة بس حياتهم مش كاملة وفرحتهم ناقصة. شكرا لحضراتكم، شكرا سيادة الرئيس على التكريم. ربنا يحفظ بلدنا ويصبر كل شخص فقد عزيز أو غالي عشان مصر وعشان الوطن وعشان الأرض الغالية.